سادتي، اسعد الله مساءكم. والله حبينا نحكي شوية مواضيع عن اللي عم بيصير بهذا البلد. اللي عم بيصير بهذا البلد شغلة عويصة كتير. هلا نحن عم نسمع يعني، بس ما عم نصدق الا لو عم بتصير قصص قدامنا عم تخلينا نصدق. مثل كتير اشياء يعني نسوية، قصة النسوان، قصة الرجال بهالبلد، واشياء يعني صارت كل العالم تعرفها، يعني صارت تقريبا نص الكرة الأرضية بتعرفها وأكثر. صار شغلة يعني معروفة مكشوفة. ف بحب اوضح انه صار معي شيء، مش معي يعني، صار قدامي شيء خليني يعني اتاكد من هذه الشغله. هون الحقوق بهذه البلد كلها الحقوق للمرأة، يعني الرجال ما له شيء، شو ما يعمل، كيف ما يروح، كيف ما يجي، ما له شيء، كل شيء للمرأة. ليه هذا الشيء عم بيصير؟ مثل عندي صاحبي شي جمعه، هو كان مجوز وطلق، صار في مشاكل وطلق. فبعد بسنتين مرته القديمه بتعمل شيء، بتعمل اتصال عند الشرطه، يعني بتعمل مثل اشكال لتبعت الشرطه لعنده على البيت. بيجي الشرطه الساعه 12 ونص بالليل، هذا الشيء يعني صار قدام عيوني. بتيجي الشرطه لعنده 12 ونص بالليل، ما في سبب، ما في شيء. قبل ما تدق على الباب بتتسمع مثل كانه بتتنصت او شيء، فاكرينه شيء ارهابي يعني. فبتتسمع وهيك، وبيرجعوا بدقوا على الباب بس انه يشوفوا في كاميرا، فهو يمكن يكون شايفهم، بدقوا على الباب. فكمان في شرطي هو انه عم يدقوا على الباب، صاحبي عم يفتح الجرار، فبحط ايده على السلاح يعني كانه جاي يداهم او يعمل له شيء شغله او شيء رصيبي. فالمهم بفوتوا على الباب وبيطلعوا، بفوتوا على كل اوضه باوضتها، وهذه الساعه 12 ونص وهذه الا يعني. فهذا الشيء كمان ليش بده يصير؟ مثلا هلا لو المرأة مثلا هون بالبيت والرجال ببيت ثاني، بيجوا عند المرأة بفوتوا لها هيك، بنأذوها بخوفوها هيك، يعني شو يعني بدهم يزعبوا الرجال مثلا ولا يموتون كلهم؟ شو بيصير طيب بالبلد ساعتها؟ شو بيصير؟ كيف العالم بتعيش؟ كيف النسوان بتاكل اصلا؟ كيف تنبسط النسوان؟ كان معكم مرسلكم مصطفى الكرواني.